اه بالظبط، بس المناخ العام. عموما مستوى التحكيم في السنه دي كان مثير للجدل في حاجات كتيره، واللي فاتت واللي فاتت كل اول مره يبقى عندنا لجنتين اجنبيتين لاداره المسابقه، كلاتنبرج اللي ادار المسابقه في الجزء الاول ومشي عشان تدخلات مباشره في التعيينات، يعين حكم فيفاجئ انه بيتغير. لا ده مشي لان في واحد زي الاستاذ جمال، كابتن جمال قال هنمشيك، قال له هنمشيك اه جمال عبد الحميد، لكنه هو في النهايه وصل بالمساله انه اتهم في سلوكه، وده بس علشان الناس ارجوكوا دعاه الفضيله والاخلاق يعني يرحمونا شويه. حكم اجنبي تجيبه عشان يدير مسابقه فيتهم في سمعته ويتقال له انت جايب صديقك اللي مش عارف، ويتهم في اخلاقه انه شاذ، وتكون النتيجه انه اسرته تنزعج في لندن ويكلموه عشان يمشيه استاذ ابراهيم. معلش ولا حد حاسب اللي قال، ولا حد حاسب اللي اتهم. اخطر حاجه انك انت انا هنا او حضرتك تهدد الراجل رئيس لجنه الالحام، هنمشيك عشان انت مش ماشي على مزاجنا، وتروح بعد كده شويه تهديدات، يبقى انا المحرض على طول. ازاي يا استاذ ابراهيم؟ طيب معلش. انت بتمشيه وبتتهمه تهمه اخلاقيه بشعه، لا حد حاسب ولا حد اتكلم ولا حد اعترض، ولما ينفذ التهديد ويمشوه بجد يبقى الناس تقول لك لا ده فعلا الناس دي هي اللي بتحكم وهي اللي بتدير. هل بالشكل ده بجد؟ ثم كانت ان انت جبت لجنه تانية، ده موسم لاول مره في تاريخ الكره في مصر تدير لجنه الحكام اتنين رؤساء اجانب. هل في وضع بيريرا البرتغالي في امل في الاصلاح ولا لا؟ هل محمود البنا النهارده والطاقم المساعد بتاعه في مباراه السد والوداد في السعوديه اخطاوا الى الدرجه اللي يطلع عليها الوداد بيان يستنكر فيه المستوى ولا لا؟ خلينا نشوف على الهاتف المحلل التحكيم الكبير في قناة الأهلي والمحاضر الدولي الكابتن ناصر عباس. كابتن ناصر مساء الخير. تحياتي ليك يا بين بي، وتحياتي للبشمهندس عادلي، وتحياتي لكل مشاهدي قناة النادي الأهلي في كل مكان. أهلا بيك. كل موسم وأنت طيب. وأنت طيب يا فندم. خليني بداية أحييك على الملاحظة بتاعتك امبارح في الواقعة بتاعت محمد معروف ولاعب المصري الحقيقة، لأن كانت غريبة جدا، وأحييك على تعبير محدش هيضحك علينا فعلا. والله يا بريم بيه، انا بس هاخد من الباشمهندس عدلي من شويه، انا متابع البرنامج. هتكلم في حاجتين مهمين جدا كلام الباشمهندس عدلي بخصوص الاتحاد الدولي واللوائح، واحنا مش هنبعد بعيد. الاتحاد الدولي هو مسؤول المنظومه كلها على مستوى العالم، مسؤول على الاتحادات القاريه والاتحادات الاهليه. الباشمهندس عدلي اتكلم كلام محترم جدا عن الاتحاد الدولي، وهاخد من كلامه واروح لبيان النادي الاهلي. يا بريم بيه، بيان النادي الاهلي فيه فقرتين يمكن البعض ما راحش ليهم خالص. هقول لك ان الفقرتين دولت يتوافقوا تماما مع المجلس الدولي التشريعي للايفاد. الايفاد بيقول ايه يا ابراهيم بيه؟ بيتكلم على الاستفاده من التكنولوجيا الحديثه في ايه؟ في بروتوكول حكم الفيديو المساعد اللي هو الفي اي ار، ازاي نحدث وازاي نطور من اداء حكام الفار. النادي الاهلي النهارده في بيانه اكد على هذه النقطه المهمه. النقطه الثانيه، وهو بيتكلم النادي الاهلي على ان بعض الحكام المفروض ان هم يقابلوا اللاعبين او بعض اللاعبين اللي هم بيلعبوا وبيخرجوا عن الروح الرياضيه وبيلعبوا بوحشيه، لابد ان هؤلاء الحكام يكون عندهم حزم في مقابله هؤلاء اللاعبين بالقرارات الانضباطيه. دي نقطه مهمه جدا جدا في بيان النادي الاهلي. هل يا ترى اتحاد الكره النهارده والنادي الاهلي بعت اكثر من بيان؟ النادي الاهلي النهارده لا يبحث عن مصلحته الشخصيه يا ابراهيم بيه يا باشمهندس عدلي، النادي الاهلي يبحث عن مسابقه يحزوها كل الشفافيه والعداله لجميع انديه الدوري المصري، مش للنادي الاهلي بس. مناخي شجع على لعب الكره السليمه. النادي الاهلي بيتكلم وهو واخد اربع بطولات، واخد بطوله الدوري، واخد اثنين سوبر، واخد كاس مصر، ومع ذلك حريص على مصلحه الانديه اللي موجوده. مش مجامله للنادي الاهلي ولا مجلس اداره النادي الاهلي، ولكن النادي الاهلي بيتكلم النهارده عشان مسابقه الدوري العام في الموسم القادم. تحكيم بنتكلم فيه حاجات كتيره جدا يا ابراهيم بيه على موضوع جلاتنبرج. هقول لك جلاتنبرج كان بيعمل ايه، وكان نفسي ان اتحاد الكره يتيح له الفرصه ان هو يشتغل. الراجل ده كان بيعرض الحالات التحكيميه، وكان بيجيب ما يحدث ما بين الحكم وما بين الفار، وكان بيجيب الحالات التحكيميه والحكام اللي كانت بتخطا كانت بتتوقف وما بتلعبش.
تعال اقول لك سر رحيل جلاتنبرج عن لجنه الحكام او سبب من اسباب رحيل جلاتنبرج عن لجنه الحكام. الجوله 15 تم تعيين الحكم محمود ناجي في مباراه سموحه وبيراميدز. والمسؤول عن تعيين الحكام هو رئيس لجنه الحكام جلاتنبرج. هناك سيستم معمول بيتبعت على الايميل للحكم، انت عندك مكلف بمباراه سموحه وبيراميدز. يتفاجئ الحكم من لجنه الحكام تقول له ما تروحش المباراه عشان احنا هنحط حكم غيرك لهذه المباراه. الحكم يعاود الاتصال بجلاتنبرج لان هو كان في انجلترا، بيقول له ان لجنه الحكام بتقول لي ما تروحش مباراه سيراميك سموحه وبيراميدز. قال له انا رئيس لجنه الحكام وانا اللي بعين، بقول لك روح المباراه. الخلاصه ان الحكم قالوا له لا مش هتروح واحنا هنعين حكم مكانك، ودي كانت الازمه اللي حصلت. الراجل هنا من هنا تدخلت مين اللجنه؟ اللجنه اللي هم بقيه المساعدين لجلاتنبرج هنا يا فندم. تقصد باللجنه اللي هم بقيه المساعدين لكلاتنبرج؟ اللي هو كان مين بقى؟ توفيق السيد برضو؟ كان الكابتن توفيق السيد وال وابو العيله مش كده؟ كان توفيق السيد وابو العيله مظبوط مظبوط. انا بتكلم هنا يعني انا كرئيس لجنه الحكام انا المفوض ومسؤول مسؤوليه كامله عن الحكام وتعيين الحكام، لان انا في الاخر خالص انا اللي بسال عن اداء الحكام. انا بقول لك الراجل ده كان شغال كويس جدا، كان شخصيته قوية جدا جدا جدا، كان لا يقبل ابدا اخطاء تحكيمية، الحكم ما عندوش حكم كبير ولا صغير، اللي كان بيخطئ كان بيتوقف، كان بيتوقف، وكانت هناك معايير واحدة تمشي على الكل. للأسف هو مش. طيب. ما هو اللي زي ده ما ينفعناش يا كابتن، ما ينفعش المناخ المصري. أنا كان نفسي إبراهيم بيه يا باشمهندس عدلي الراجل ده يكمل، لأن أنا أكيد كان هو رغم إن هو ما كانش بيقعد كتير ولكن كان نفسي يكمل عشان خاطر نشوف التجربة للنهاية، ولكن طبعا للأسف هو مش. هنيجي ليه موضوع بيتور مشي برضه من غير ما حد يتكلم، مشي من غير ما حد يتكلم في الاتهامات الاخلاقيه اللي لحقوه بيها واللي الصحافه الانجليزيه اتكلمت عنها يا كابتن. كابتن هو مشي لكذا سبب، منها هذا السبب اللي حضرتك بتتكلم عليه، مشي للدخول في تعيينات وتفاصيل كثيره، انا لو هقعد احكي يا ابراهيم بيه مش هنخلص، ولكن هو مشي لان هو هنا ما لقاش المعاونه والمسانده كراجل رئيس لجنه عشان يشتغل يعمل تطوير تحكيمي يا ابراهيم بيه. طيب فيتور بيريرا 4 أشهر ويتقاضى مبالغ بالدولار، وانا بقول لك اهو انا النهارده كمسؤول فيتور بيريرا لم اجد اي تطوير حتى هذه اللحظه على ارض الواقع، وهقول لك بالدليل كلامي بالدليل. لما بنتكلم على المعايير وبشمهندس عادل بيتكلم على المعايير، المعايير هذه ما هو التطوير؟ التطوير ان احنا نشوف قرارات تحكيميه موحده لجميع الحكام سواء حكام الميدان او حكام الفار، ولكن للاسف التطوير النهارده ما طالش النقطه ديت، بتشوف حكام بتستدعي الحكم الميدان والحكم الميدان ما بيخش بالقرار والعكس، وهذا ما حدث في مباراه السد القطري والوداد المغربي. اذا هنا نمره واحد كلمه تطوير كلمه مهمه جدا جدا جدا، ازاي انك انت تطور نمره واحد تخلي المعايير واحده عند كل الحكام عشان خاطر انا النهارده معياري في احتساب المخالفه على سبيل المثال لمسه اليد يبقى الكل عارف ان دي لمسه يد بيحسبها ركله جزاء وهكذا. كابتن انت اتفرجت على ماتش الوداد والسد وحكم الميدان النهارده ده اللي عامل مشكله، انا مش هتكلم على اخطاء في مباراه السد والوداد. حضرتك اتفرجت عليها يا فندم؟ اتفرجت على مباراه الوداد والسد؟ هو كان في استدعاء من الفار للحكم والحكم ما خدش القرار، دي من ضمن الحالات. وانا مش هتكلم على اخطاء ابراهيم، انا بتكلم على نقطه مهمه ابراهيم دي هي لا انا عايز بس الجانب المغربي كان متحامل على البنا وطاقم الحكام ولا كان في اخطاء موجوده؟ هو هناك اخطاء، وهو من وجهه نظره ان هو ظلم وظلم. هو على سبيل المثال هناك الفار استدعى الحكم لاحتساب مخالفه والبنا رجع وما احتسبهاش لصالح الوداد ابراهيم بيه. دي من ضمن الحاجات اللي حصلت ان الفار استدعى الحكم في احتساب مخالفه لصالح الوداد ومحمود البنا، عشان كده انا بتكلم على المعيار. انا النهارده لو المعايير واحده والتطوير هنا عندنا واحد ما كانش الحكم هيختلف مع حكم الفار. خلاص ده رؤيته في معيار المخالفه واحد، ولكن هنا عندنا التطوير عنده مشكله وبعافيه شويه. انا بتكلم على تعيينات الحكام ابراهيم بيه. 48 حكم اداروا الدوري الممتاز منهم مباراه الاهلي وبيراميدز في الجوله 11. شيمون مارتشنياك الحكم البولندي اللي هو حكم نهائي كاس العالم، حكم مباراه ولا اربع، النادي الاهلي فاز فيها 3-0، وعندنا سلافكو حكم مباراه الاهلي والزمالك. 46 حكم اداروا الدوري ما بين 20 حكم اداروا مباراه واحده ومباراتين من ال 46 حكم.
تخيل حضرتك 20 حكم يديروا مباراه واحده ومباراتين، واقصى حكم لاعب محمود البنا لعب 18 مباراه. بنتكلم على معيار التعيينات، وده شيء مهم جدا جدا يا ابراهيم بيه. طب واللي حكم مباراه واحده ده استفاد ايه؟ ده اكنه نزل في الدقيقه 90. هيتطور ازاي ده يا باشمهندس عدلي؟ انا النهارده بدل ما 46 و48 حكم، انا النهارده ممكن انا ابقى عندي 30 حكم، وال 30 حكم ياخدوا كلهم مباريات متساويه، سواء كان في الكواليتي او سواء كان في صعوبه المباراه، عشان انا في نهايه الموسم النهارده بقى انا عندي حكام اقدر ان انا اعتمد عليهم في الموسم الجديد. الحكم الذي ادار مباراه واحده او اثنين على مدار 34 جوله هو استفاد ايه؟ هو ان انا عاوز اقول ان انا لعبت 46 حكم؟ هو ده التطوير؟ طب ما يمكن لعب تحت كتير يا كابتن افندم، ما لناش احنا الدبلوم، يمكن لعب تحت كتير، ما هو بيستخدموهم هنا وهنا. يا الحكم يا ابراهيم بيه، انت بتدي له الخبرات عشان يبقى حكم دولي في في الدوري المصري؟ مش دولي، لا مش دولي، عشان يبقى يا استاذ ابراهيم انا فاهم انه مش دولي. هو في حكم دولي هيحكم مباراه؟ يا باشمهندس انا النهارده نتائج التطوير، نتائج التطوير هو ان انا اقول ان انا طلعت 10 حكام، 5 حكام اداروا في الدوري الممتاز مش لا يقل عن 8 او 9 مباريات، مش مباراه واحده يا ابراهيم بيه. ده التطوير. التطوير يا باشمهندس المعدل المعتاد يا كابتن ليكم، المعدل المعدل المعتاد سنويا الحكم اللي هو الدولي الفئه الاولى بيبقى حاكم كام ماتش تقريبا في السنين اللي فاتت؟ على حسب عدد المباريات وعلى حسب عدد الحكام اللي هم بيديروا المسابقه، يعني يعني النهارده لو 30 حكم ابراهيم بيه النهارده بيلعبوا اكيد هتلاقي نسبه الحكام هتبقى اعلى شويه. بس 11 ماتش للبنا نسبه مش عاليه على فكره. بالنسبه ل 46 حكم هو واخد 18 مباراه. 18. ياتي بعديه ابراهيم نور الدين 15 ومحمد الحنفي 15، محمد معروف لعب 12، امين عمر لعب 13، محمد عادل لعب 12 مباراه، وده طبعا قليل جدا جدا على محمد عادل. عادل وامين عمر يعتبروا مظلومين. امين عمر ده راجل بروفيشنال، هو محترف باجر في الاتحاد الافريقي ابراهيم بيه. وانا النهارده هذا المحترف من ضمن 25 محترف في القاره، الاتحاد الافريقي بيعول عليه ومن الناس اللي ممكن يروحوا كاس عالم هو او محمد. بس انا حاسس ان متاخد في حد واخد منه موقف هنا، يعني حتى وقعه كاس العالم دي كانت غريبه قوي. بتفق معاك تماما يا باشمهندس، احنا بنتكلم ازاي ندعم حكامنا يا باشمهندس. عندنا مشكله مش عارفين ندعم حكامنا الدوليين اللي الاتحاد الافريقي بيسند لهم مباريات، عشان ادعمهم لابد ان انا اسند ليهم المباريات المهمه هنا في الدوري المصري. وحاسبهم، مش اسند اليهم وبس، احميهم من اخطائهم. خلينا نتكلم يا كابتن ناصر ان في فرق بين الخطا وازدواجيه المعايير. الله عليك، الله عليك يا باشمهندس. يعني الخطا هتعمله، بس لما يكون معيارك ثابت وبتطبقه على الكل هيبقى خطا قابل للتصويب. لكن ازدواجيه المعايير انت محيرني، انت فاهم ولا مش فاهم ولا قاصد؟ هو ده. يا باشمهندس عادل انت بتتكلم في نقطه مهمه جدا واصبت كبد الحقيقه في الموضوع. احنا عندنا مشكله المعايير، وانا قلت في البدايه التطوير بيساوي توحيد القرارات وتوحيد المعايير عند مفهوم الحكام يا باشمهندس. ايوه للاسف المفهوم مش واضح، نتيجه ان التثقيف للحكام لابد ان يكون في لجنه تثقف الحكام بتربط عليها نقطه مهمه جدا، ازاي يبقى الكل عنده توحيد للقرارات، ازاي يبقى الكل عنده في مخالفه لمسه اليد المفهوم واضح ليهم. ولكن احنا بنشوف زي ما قلت لحضرتك امبارح ماتش محمد معروف، يا محمد انت حكم دولي كبير، لاعب يستحق البطاقه الثانيه الانذار والطرد، دي 34. حضرتك انت يعني هو انت بتضحك علينا يا كابتن محمد؟ هو انت جايب احمد عماد رقم 25 بتحذره؟ واللي ارتكب المخالفه هو اسامه الجزار رقم 40؟ يا كابتن محمد انت مالكش علاقه، انت حكم، انت تطبق القانون. طب انا عايز اسالك هنا سؤال، لان ممكن يجي يقول لك ايه؟ انا اديت تحت الفرصه كنت ناوي انذره. طب لما اتنين لعيبه يعملوا خطأين والاتنين يستوجبوا الانذار، يدي واحد وما يديش التاني ولا يدي الاثنين؟ اللي حسب عليه الخطا. سؤال محترم جدا. ما الاثنين عملوا اخطاء ورا بعض يا استاذ ابراهيم. يا باشمهندس. ها. سؤال محترم جدا جدا. ما هو ده الواقع حصلت كده. هو ممكن يجي يقول لك ايه؟ انا اديت تحت الفرصه بس انا ناوي ادي له انذار. طب والتاني اللي عمل خطا افدح ياخد انذار ولا عشان الاولاني خد انذار ما ياخدش؟ القانون بيقول يا باشمهندس. ايوه.
الحاله الاولى انت اديت اتاحه الفرصه، خلاص اللعبه كده بالنسبه لك انت، المخالفه الاولى دي انا ماليش علاقه بيها خالص خالص. ثم يعني ما يقدرش يدي انذار على خطا ما حسبهوش. بالظبط كده، انت مشيت اللعبه، انا ممكن ارجع ادي فاول بس انا بتكلم على الواقع الثاني. لا ما حصلش ولا انا استأنف منين اللعبه يا ابراهيم بيه؟ اللعبه تم استئنافه منين؟ من الواقع الثانيه مش من الاولى. ايوه. الاولى انت اديت اتاحه فرصه يبقى هنا ما فيش مخالفه. طب لو اعتبرنا ان هو كان شايف انه ياخد انذار، هل دي تلغي الواقعه الثانيه اللي مستحق برضه ياخد انذار؟ يعني ممكن يدي الاثنين انذارات ولا هيكتفي بالاولاني؟ هاي لا، ما هو ما صفرش على الاولانيه يا ابراهيم بيه، هو ما صفرش يا كابتن ناصر، صفر على الثانيه. المهندس عادل بيقول لك يقدر يدي الانذارين، يعني الاثنين اخطاء والاثنين عايزين انذارات، وهو حسب الثانيه للسلوك، للسلوك بتهور، السلوك بتهور، اللاعب مش واخد بالك معايا. لا يا كابتن انا هشرحها لك، المهندس عادل يقصد اللاعب، اللاعب المصري اخطا في الاولانيه ودخل عنيف على لاعب الاهلي وقرر الحكم انه يدي الفرصه، راحت الفرصه للاعب الاهلي فارتكب ضده خطا من لاعب تاني، الحكم صفر على الخطا التاني. ينفع يدي الاثنين اللعيبه بتوع المصري انذارين؟ ينفع، هقول لك ليه. ينفع هقول لك ليه. يا ابراهيم بيه، بنشوف احيانا الحكم يتيح الفرصه والكره بتمشي وبتيجي جون، الحكم بيرجع يدي البطاقه الصفراء. ده اللي قصدي عليه. بيرجع يدي البطاقه الصفراء على الرغم ان الفرصه جه منها جون. بيدي البطاقه الصفراء اللي هنا فيه سلوك تم ارتكابه بتهور. لابد ان اللاعب ياخد البطاقه. لابد يعني مش يعني البطاقة. عدم احتسابه للخطا لا لا لا, لا يلغي الانذار. دي مفهومه. ده سلوك. انا بقى سؤالي، ركز معايا. فضل. سؤالي، انت قطعت الفرصه وانت ناوي تدي ترجع تدي انذار. خلاص. طيب عملت كده بس فوجئت ان اللعيب التالي عمل خطا ابدح ويستحق انذار، تكتفي بالانذار ده ولا تدي الاثنين اللي غلطوا؟ اللاعب احمد عماد يستحق البطاقه الصفراء في اللعبه الاولى، اسامة الجزار ياخد البطاقه الصفراء الثانيه والبطاقه بس. الله ينور، عشان نقفل حجه اصله قطعها الفرصه وعشان كده ما اداش الانذار للاعيب الثاني اللي كان يستحق الطرد. ده هو ده هو لما جاب احمد عماد اللي هو ارتكب المخالفه الاولى، هو ما ادارش انذار، ده حذره، خلي بالك تحذير وليس انذار. اذا شاف اللي عمله. خلاصه يا ابراهيم بيه، احنا عاوزين تحكيم والنادي الاهلي يبحث عن العداله للكل وليس النادي الاهلي فقط. طبعا النادي الاهلي النهارده بيبحث عن تطوير المنظومه والمعايير الموحده للتحكيم في الموسم الجديد. طب انا عايز اسالك بقى، في اللي انا ملاحظه انه معظم الاخطاء نابعه من جمله اتقالت بالصدفه، جاء وقت اداره المباراه وليس تحكيمها. بالظبط. انت فاكر ماتش الاهلي لما قال لك وقت الاداره، يعني دلوقتي انا في المانجمنت، صفارتي هتتاثر طبقا لسياسه ما يحدث في الملعب وانا عايز اخرجها ازاي. ففي حاجه اسمها صفاره، يعني اداره الصفاره، ولا انت كقاضي المفروض مالكش دعوه بالعواقب، انت بتحسب اللي شايفه. سؤال مهم يا باشمهندس، يا باشمهندس، ماتش مانجمنت اللي هي اداره المباراه، وهي تخص حاجه اسمها التحكيم الوقائي. بمعنى ايه؟ اداره المباراه ركله ركنيه وفي تشابك ما بين اللاعبين قبل تنفيذ الركله. انا بروح كحكم احذر لان انا مش عاوز الامور تتصاعد، لان لاعب يتشابك اثناء اللعب ويحسب ركله جزاء، فبروح احذر قبليها، دي اسمها اداره المباراه. هتلافى الخطا. هتلافى الخطا. انا بعمل تحكيم وقائي عشان احمي نفسي من ان انا اخش في مشاكل. لكن ما لونش الصفاره. ما ينفعش القانون واحد في كل، يا باشمهندس الاتحاد الدولي والله انا بسال عشان احط نقط على حروف. القانون واحد في كل البلدان، في كل الاتحادات القاريه، في كل الكرة وكل النجوع، قانون كره القدم لم يتغير، هو واحد المفروض يمشي على الكل. نفسنا 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 ان الموسم الجديد بيدور بريرة، من فضلك بنطلب منك لو سمحت. متشكرين جدا يا ريس. لو سمحت في حاجه ثانيه، هو بيطلب من بريرة، اتفضل. نفسنا يا بيتور بريرة، لا يتدخل احد في شغلك، انت مسؤول التحكيم بتتقاضى بالدولار. عاوزين تطوير تحكيمي، عاوزين عداله وشفافيه، عاوزين اختيار قايمه دوليه لل11 على مستوى الشفافيه والعداله، تطلع كده تقول لنا الحكم ده حكم كذا، عنده مشاكل في كذا، تقيم كذا، عشان كده انا حطيته او ما حطيتهوش.
القائمة الدولية في ال 11 وحكام الفار والحكام الشرطية وحكام المحكمات النسائية، لابد ان تطلع شفافية في القائمة دي. دي المشكلة اللي جاية يا ابراهيم بيه. القائمة الدولية 24 هتلاقي لو ما طلعتش بالشكل على موقع الاتحاد كل حكم لعب كام، هتبقى في مشكلة بين الحكام. نتمنى ان شاء الله لمنظومة التحكيم كل الخير باذن الله يا كابتن. شاكرين جدا يا كابتن.